ودلوقتي هنعمل مع بعض الوصفة التانية وهي لذيذة وسريعة وكل ولادنا هيحبوها، واحنا كمان في البيت مع أصحابنا هنحبها جدا. تعالوا نشوف المقادير، وهي حاجة سهلة جدا. عندي الزيتون الأخضر، الزيتون الأسود، الجبنة الجودة، المكعبات، لانشون بالزيتون، التركي، المدخن، اللي هو الحاجات اللذيذة اللي احنا بناكلها دايما. وهجيب الأسياخ وتعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اهو احنا بقى ايه، نعمل كده حركات بقى لينا في البيت كده، مثلا كده الولاد هيحبوا جدا جدا اللعبة دي، يحبوا يقعدوا يعملوا هم قوي الكلام ده. انتوا بقى الزيتون اللي انتوا بتحبوه، اللي محشي مش عارفة ايه، واللي معمول ازاي، وايه الحركات اللي هي اللي بنحبها دايما اهو كده. بصوا الجمال، احنا بقى وايه والحركات اللي نقعد نعملها دايما. اهو كده كده. بصوا بقى دي طبعا ايه، لمة عيلة لذيذة. احنا عندنا مثلا صحابنا جايين عايزين نعمل لهم طبق جبن لذيذ فيتحط كده على طول. العزومات كمان بيبقى حلو قوي فيها. اهو احنا بنفطر الصبح مثلا وعايزه اعمل حركه جديده، بابايا بقى، مامتي، جوزي، عايزين ايه ندلعهم شويه، نعمل لهم العصيان الحلوه دي، واولادنا فور شور هيحبوها يعني مليون في الميه، ولادنا هيبقوا عايزين ياكلوها اصلا قبلنا.